بنلعب لعبة حلوة أوي اسمها جينجا يا جدعان. بأمانة اللعبة دي خرافية يا جدعان، لسه مجربها دلوقتي وهنجربها معاكم. بس ثانية واحدة يا جدعان، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم من كل جديد. يلا نبتدي. ايه ده يا جدعان؟ بص مين ده؟ ده تبع الرينبو فريندز. ماي جاد، تبع الرينبو فريندز. لا بقى نلعبها ان شاء الله بعد، لو عايزين نلعبها ماشي، نبقى نلعبها في اي وقت ثاني. خلي وبس. او ماي جاد، هي ايه اللعبه دي؟ او ماي جاد، انا عارف اللعبه الجينجا اللي هي بيشيل كده، لازم نشيل زي جزء من تحت كده، ولازم يعني ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده يا عم؟ ايه ده؟ لا لازم بنوقع حاجه من تحت، ولو وقعت يبقى كده احنا خسرنا. انا مش عارف، بس عشان نعلي الرن ونوطي الصوت في نفس الوقت. خليني كده نوطي الصوت، بعد كده نوطي الصوت شويه. ايوه حلو، يلا بينا. جاي بص، الولد ده بيرمي علينا عربيات، المفروض بقى نحاول نهرب. لا لا، من اول دور. او ماي جاد يا عمو، انت يا عم رينبو فريندز انت، لا انت الناس دي كلها يا جدعان. انا مش عارف اللعبه دي ايه اللي خلى الناس تلعبها دلوقتي، يعني كل اليوتيوبرز لعبوها يعني في الاسبوع ده، بس السنوات اللي فاتت ما لعبوهاش. هي نازله دلوقتي يعني، ولا حصل لها ابجريد، ولا هي مش فاهم يعني. ابديت، سوري يا جدعان بغلط يعني. اوكي، مين عم النوب ده؟ عم النوب وعمه الازرق فينه؟ اختفى، ماشي تقريبا. او ماي جاد، ناس كتير بتلعب اللعبة دي. بس يا السيرفر فيه كام يعني؟ شافوا بيشيل كام لما نخرج؟ نبقى نشوف. بس يلا، فينا نعمل الحاج اللي هيضربنا ده. اوكي ايه ده؟ اوكي ناس بتتكلم مع بعضينا هنا. او ماي جاد، في ناس بتموت. الصوت اللي هو عمل زي الدش. يا جدع شفت عربية اترمت علينا. او ماي جاد، ايه ده؟ لا لا يا لهوي، في ناس كتير ماتت. بص فوق، ستة يعني يا لهوي، تمانية سبعة، يا لهوي سبعة من 16، يا لهوي ستة، الله خمسة، اي واحد يلا هيعمل بقى الصوت المقرف اللي في الاخر. يا ترى مين اخر واحد بقى اللي عمه الحاج ده؟ هو فين اصلا؟ ايه ده؟ واحد ازاي؟ انا مش شايف اي حد يا جدعان. ده بيقولوا ان في جليتش ولا غشين، مش عارف اللي بيحصل. وانا حاسس ان برضه في جليتش. سوري رهوي، ايه ده؟ هو فين الولد اللي مكتوب فوق ده؟ يعني مش مكتوب اسمه، يعني واحد من 16. طب مين الواحد ده يعني؟ فين اصلا؟ هو يكون في الجحر ده يعني، مش عارف. طيب هو في الجحر اللي هنا ده، الجحر اللي هنا ده الصغير ده، شايفينه؟ بس انا بصراحة مش عارف يعني. ايه ده؟ ده عالم ايه؟ فما انا متلخبط من كل حاجة بسبب اللعبة دي. ايه ده؟ يلا يا جدعان، انا مش عارف ايه ده. ده رستر نفسه. طب انا هوقف الفيديو لغاية ما عمو الحاج يموت. اكيد هيموت كده. امال فينه ده؟ ده هاكر. لا يا راجل، ده وقع كل حاجة. ده في جلتش، في جلتش يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ دي لا يعني، بص يعني كده مفيش جنس خالص يعني. هو مش عارف هو عمو حاج بيرمي على ايه، بس مش عارف اللي بيحصل. هو ايه ده؟ هما بيكتبوا اصلا في الشمس يعني. برو ات هاكر فعلا، هو هاكر، في هاكر يا جدعان. يا لهوي، يمكن هو اللي اسمه روبلوكس ده، شكله نوب اصلا. يمكن هو الرينبو فريندز ولا النوب. او ماي جاد، كيف اتنين هاكر ولا مين عمو ده؟ ده عمو تلجة، ده عمو التلجاية. وانا بقول الدنيا ملجلجة ليه وهنيجي ليه؟ طلع فيه هاكر يا جدعان. هو ايه الدنيا مليانة نوبز كده، نوبز كده ليه؟ بيتكلموا لغتها مش عارف، مش فاهمها اصلا. ايه ده؟ إيه، انا هخرج بره اللعبة وادخل لكم تاني. اظن كده احنا دخلنا، بس وكانت الجيم شغالة يعني، يعني لسه بدأ دلوقتي ولما دخلت يعني، حظي نحس 20 جدعان. انا بصراحة انا مش عارف اتحكم في الحاجات اللي تحت، لان مرة جربتها ومش عارف اتحكم فيها خالص. لا اللجلجة راحت، بالهوكر ده كان مهكرني اصلا. يلا بينا نلعب بقى براحتنا.
جدعان اللي عايز يشتري ده تلاقيه فري، او يعني تلاقيه فري يعني اكتب مثلا فري مش عارف ايه، ان انا لقيته كده بالصدفه. ممكن تاخده مني، انا اسمي في اللعبه ياسر بشوي، ياسر بشوي، يعني تقدر تدوس عني البروفايل وتاخدها من لو مش لاقيها يعني في الشوب. لول لول عليه. هو ايه الناس اللي جايبه سكن غريب؟ يعني هو 100 واحد جايب سكن كنشنش، بس ده كنشنش معاه روبوكس. يعني الضحكه دي اللي معاه بروبوكس فين؟ ولا ده هو اللي بيمشي ده، ودي المشي بتاعت البروبوكس. يعني مش عارف اقول ايه. كنشنش انا مش فاهم حاجه. ايه الصوت ده؟ الصوت ده لا الصوت ده مش بتاعه. والبطيخه كمان نازله قريب، نازله قريب روبلوكس. البطيخه اللي فوق البت دي نازله برضو فيه. جدعان يلا مش فاهم حاجه، وانا اعمل ايه بعد ما كده؟ لا 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 يا لهوي. طيب ان الولد اللي هنا ده هو اللي كسب، لكن لما احنا نكسب يكتب مثلا طور مش عارف ايه عشان نوضح لنا. طيب هاو مين ده؟ عمو فينوم. استنى انا هقع كده. مكتوب عليه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هاكر يا جدعان، ده هاكر. الواحد يهكر ايه ده يا عم؟ هو الناس يا لهوي، ده واحد جايب الاكسلوتو الاكسي اكسي ولا اسمه ايه ده؟ يا لهوي، ده حاطط 100 واحد عليا. بس شايفينه بلوجة البلوجة دي اسمه قط ولا انا مش فاهم حاجة يا جدعان، مش فاهم حاجة. اكسلوتيو اكسلوتي يعني اكسلوتي. انتوا عارفين تقريبا ان الاكسلوتي انا مش عارف هو كائن ده موجود في ماينكرافت وموجود في كل حتة. ده ممكن اكسلي يعني على ناس جايبين سكنات غريبة. مالو ده معصعص كده ليه؟ دي مالها معصعصة كده يعني تحت؟ انت اوكي، عشان بتاع تقريبا لو اخدنا حاجة كده تحت كده احنا اللي هنكسب، بس لازم نستخدم. لحسن كده يجي ينشي العربية فينا يضيعنا كلنا، او لو شال دي. لا بالغلط يا جدعان. او ماي جاد، مكنتش. مين عمو ده؟ هو الولد بينشن فين؟ بعمل الولد بيحول بينشن تحت. ده شيل بتاع صح. لا بس لسه قاعد 8 يوم. يا لهوي كل اللي فوق وقعوا وماتوا. اللي هو عمو سلوتي اللي مشي دلوقتي والناس تاني. ده بيرقص ده ولا ايه يا جدعان؟ برضه اللي جاي السعادة ده بيرقص ده ولا ايه يا عم؟ ايه ده؟ سوري يا جدعان سوري. ايوه كتمت صوت المعفن اللي بيعملوه ده صعب. ايه ده؟ ايه ده؟ هو هونوكس دخل معانا يا جدعان؟ انتوا عارفين هونوكس؟ بس مش هو يا جدعان. او ماي جاد، شبهه بالظبط. اللي عارفه يكتب لي في الكومنتات يا جدعان، انا بحضره. او ماي جاد، شكله بالظبط. ايه ده عمو؟ انت جيت لي منين ده؟ جالي منين ده؟ احنا كلنا واقفين في وش المدفع ولا همم. احنا عشان احنا الابطال يا جدعان، احنا الابطال. يلا قولوا في الكومنتات احنا الابطال. بعدين يعني الناس بتموت ليه؟ انا عايز افهم وربي، عايز افهم الناس بتموت ليه. بيك تاور شكلك بس تدخل اللعبة دلوقتي. يا ايه ده؟ ايه الصوت داخل بس؟ يا عمو ضحك ده. وين الناس جايبين ايه ده؟ حاطين ايه؟ طبق شاورما عارفينهم. حاجات نازلة جديد في روبلوكس. وعمو موزة، وعمو بطيخة، وعمو مش عارف ايه، وعمو الاسود، وعمو عمو كان شنوش ابو روبوكس ماشي بروبوكس ده. وليه جايب الجسم العبيط ده؟ نسيت بس كلام على زين زين ده، شكله يوتيوبر ده ولا ايه يا عم؟ اوكي ده حد تاني، وده اسمه ديكا. ايه ده؟ والناس ده قاعد يرقص اللي بيقول بيك تاور. وانا كانش مش عبيط. ايه ده عبيط؟ ايه هو جايب لبس مش بروبوكس، هو جايب ابتسامة بروبوكس ولا جايبها فري؟ دي من طريقة يا جدعان انا مش عارف يعني. طب ايه
ضايق. هو مش بيرمي حاجة أصلا عشان نموت، عشان كده هو بيقول stop dying يعني. مش فاهم ايه ده. نشوف عمو موزة ده. يا جدعان اللعبة دي شكلها منجة خالص، ونفسي اكون انا اللي فيها، اللي انا قاعد مع العربية كده، عشان انا مش عارف اللي بيحصل يعني. احنا قاعدين بنتكلم اهو مفيش اي حاجة. شكله اللي بيلعب ده منوب يا جدعان. خلينا نلغي شوية يلا. وقت بقى جدعان انا هنتحر ونقفل الفيديو، لان شكله كده الفيديو عبيط يعني شوية. ونبقى نلعب لعبة تانية اكيد في الفيديو. يلا بينا. 1 2 3 وي هي. دخلنا بروك هافن كده، انا طاير في السماء. وي يلا نطلع فوق البرج يا جدعان. يلا يا جدعان يلا يلا. يا لهوي يا جدعان. خلينا بقى نلعب ونغلس على الناس بقى. نجيب عربية احنا بنحبها دايما دي. ايوه خلينا نغير السرعة بالمرة. ايه ده انا مش شايف حاجة. ماشي يلا 55. نزود الدريفت شوية عشان العربية ما تستهبلش مننا. وشكرا. يلا حرك دي بس. يلا اتحرك بقى. ايه ده ايه الناس دي يعني كل ده. مش عارف اسوق معلش يا جدعان، بس هو عايز افهم. عاملين شارع كأنه بروك هافن حقيقية يعني. خلينا نغلس على كل بيت. انا مش عارف البيت ده يعني هنغلس عليه ازاي يعني. عشان يا جدعان تقريبا خزنة هنا فوق. فوق يا جدعان لازم نجيب السلم، ولازم نصغر نفسينا ونجيب الكيس اللي هندخل بيه اصلا. بس هنجيب السلم وانتي انتي مش لازم يعني نغلس عليهم قوي يعني. هنغلس يعني نسرق. خدنا وفين انتي انتي كانت فوق. ايوه اهي. بس مش هتغلق. فاتحين الباب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه القرف ده. انا هطلع بره اجيب اروح بيت تاني. ايه ده. لا يا جدعان ايه من البيت. ايه ده اجري 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 اجري. هو ايه السيرفر كله بنات. ايوه كرشنش. يلا خلينا فتح الباب. الله عليك يا حلال. ايوه كنت بيت ده بربي عيال. ايه ده مين ولا ده. اكيد كرشنش. هتلاقيه عبيط كده نايم. لا مش نايم. ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا عند الخزنة. طب ايه ده يا لهوي. طب انا هحط له كده عيال. لا مينفعش. طب خلاص بقى انا هسرق خزنة. منور هي اللي منورة لي اصلا. نوركم كمان. طيب نطلع برا. اقول لك يلا نجري. هو فتح ليه لسه فتح الباب اصلا. اجري يا مجد. اجري. ايه ده مش فتح الباب قدام. يلا قدام كده. يا لهوي كده. انا عايز اقول لكم حاجة سرية جدا. بس في بيت هو بنجمة عشان انا مش بس انا مش جايب النجمة دي. بس ان شاء الله هنوريها لكم مع كيرو المرة الجاية ان شاء الله لما نشوف يعني الظروف. فخلينا بس اوريكم حاجة. ايه ده العربية تسلا دي. عايز اوريكم حاجة. فين لا مش هنا برضو. ايه ده امال فين. فوق لسه يا جدعان. سوري انا العربية المعفنة دي. لا كمل قدام تاني. طبعا الاصفر ده ما فيهوش خزنة، بس ممكن يكون في خزنة بس احنا مش عارفين. لكن البيت اللي هو الاخضر اللي بنجمة مش اللي بنجمة مش اللي من غير نجمة بالنجمة ده اللي مش اخضر قوي يعني اللي هو مش عارف اللي هو فيه بسين على الوش ده. ده في خزنة سرية من حدش يعرفها خالص غيري انا ونفس تاني. هو ايه ده اللي راكب عربية بالعجلة ده. ماي جاد. خلينا كده ونقفل الفيديو هنا ان شكلنا كده اتعبنا وبس. ويلا يا جدعان نختمها بالختمة بتاعت ختمة ايه. يلا نختمها يا جدعان ونقول احنا الابطال. سلام.